تساعد خريطة ماذلو افتراضية طلاب بفهم توقعات التشرد في الفصل وعواقبها. كذلك تساعد المدرسين بالتناسق في ردودهم لسلوك الطلاب. إليكم مثال خريطة ماذلو افتراضية. ينبغي مراجعة الخريطة كل يوم في بداية الصف، ويمكن تعزيز السلوك المرار مع أفكار كهذه، ويمكن تصحيح السلوك غير المناسب عن طريق متابعة الخطوات المؤسسة في الخريطة. تؤسس خرائط ماذا لو افتراضية الثبات وإمكانية التنبؤ في الفصول الافتراضية.